افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رسميا اليوم مستشفى ثومبي الجامعي الذي يعد أحدث مستشفى أكاديمي تحت مظلة مجموعة ثومبي وضمن مجمع ثومبي ميد سيتي في عجمان وكمركز إقليمي للتعليم الطبي المستقبلي وأكبر منشأة متطورة في المنطقة. يضم 350 سريرا مع مرافق للعناية المركزة ووحدة للرعاية وإعادة التأهيل طويل الأمد، تضم 100 سرير وحديقة علاجية فريدة من نوعها وتقنيات مبتكرة للرعاية الصحية بما فيها صيدلية آلية، ويقدم خدمات الرعاية الصحية والبحوث بتكلفة إجمالية تجاوزت 1 مليار درهم. حضر حفل الافتتاح معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وسعادة عبد الله أمين الشرف المستشار بديوان الحاكم وسعادة حمد تريم الشمسي مدير منطقة عجمان الطبية ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المؤسسات والهيئات الطبية والهيئة الإدارية والطبية بالمستشفى. هذا وقد تفقد سموه ومرافقوه والحضور يرافقهم الدكتور محي الدين ثومبي مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية والقائمين والمسؤولين، تفقدوا أقسام وأجنحة مستشفى ثومبي الأكاديمي الذي يضم كل التخصصات ويقدم خدمات متطورة باستخدام أجهزة حديثة، ويمثل المستشفى الجديد مؤسسة حديثة تعنى بالرعاية الصحية الأسرية. وتفقد سموه خلال الجولة صيدلية ثومبي ضمن المستشفى والتي تعد أكبر صيدلية آلية في الإمارات وهي مجهزة بتكنولوجيا روبوتية مؤتمتة لإعداد وتوزيع الأدوية. وكرم سموه في نهاية برنامج حفل الافتتاح المؤسسات والهيئات المتعاونة مع مجموعة ثومبي وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع عجمان وهيئة الأعمال الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة حميد بن راشد النعيم الخيرية وجمعية دبي الخيرية.